قلت لك ان الست دي مش سهله. هو اللي رمى نفسه تحت درسها غبي، حذرته كتير. ما كانش يفهم مع التحذير ده، يتمنى عن عين. كانش هيوافق، كان هيبوظ كل حاجة، أنا عارفه. أنا زهقت. ليه؟ السرداب ده ما بيطلعش غير ملاليم. هو إيه؟ كان معمول مخصوص للغلابة ولا إيه؟ هو الواد دريد أصله وشه مش حلو. أنا السرداب بتاع الواد فانت بقى بيطلع حلويات أكتر من كده بكتير. كملوا. يلا. هنكمل طبعا. نورانا حاجة؟ كمل يا اخويا يلا. لسه عينيه ما اتملتش. واللي زي ده عينه بتتملي ابدا؟ املاها تراب بس بقى فكرني. انا برضو مش فاهمه احنا هنفضل مراقبينهم لحد امتى؟ لحد ما يطلعوا كل اللي هم عاوزينه. طب وبعدين؟ هناخد احنا حقنا ازاي؟ انتي مش سامعاهم عمالين بيقولوا ان هم مش عارفين يطلعوا حاجه. ما تقلقيش، ادينا وراه. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ايه الاخبار؟ وصلوا للسرداب التالت. طب مش هتعزم على عمك وابنه؟ خليهم هناك تحت عين الست. مش سهل ابن اللذينه برضه. طب يلا. يلا. اتفضل. دي نسخة من السرديب التاني. بس ده مختلف عنه. ابويا اتدفن هنا. الله يرحمه. ابو سلطانه موت ابويا. وسلطانه موتت اخويا. الله يرحمه. انا وعدتك يا نعيم ان احنا اول ما نلاقي الذهب مش هسيبك وهنخلص عليهم كلهم. بس في وعد تاني كمان، وحق الصحبية اللي ما بيني وما بينك، مش هنطلع من هنا غير لما نلاقي جدة الحاج وندفنه الدفن اللي تليه بيه. بتهيألي ده يهديك شوية. مش ولا ايه؟ ولا انت برضه وحشتيني؟ غريبة الدنيا. بعد الحب اللي حبيته لك ده كله، فبقى بقيتي بالنسبة لي ولا حاجة. حتى ريحتك اللي كنت بشمها من آخر الشارع تولع في جدتي نار، بقت بالنسبة لي ولا حاجة. خزع أنا ما عملتلكش حاجة والله. ما عملتيش. عشان كده أنت وأهلك سوف تلهو بكم الحياة قدام بيت. بيت. قدام بيت. قدام بيت.
احنا مش عايزين منك حاجه، معايا بس ورقه صغيره عايزك تمضي عليها انت والسنيورة. اديله قلم يا حمدي. أبوك وحشك؟ جاي تزوره؟ قريت له الفاتحة ولا لسه؟ عشان ما تبقاش تبات تاني عند كريمة. ربنا هداها ورجعت، ما تنساش تتشعل على روحك ولا فكرك بيها. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. سلطانة، 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 سلطانة. والنبي يا سلطان، والنبي ابوس ايدك، ابوس ايدك، ابوس رجلك، ابوس رجلك. لا يا سلطان ادونا ناخده، مش هنشوف وشنا تاني، اقسم بالله ما هتشوف وشنا تاني. والنبي، والنبي اوعدك بالتانية، الاولانية لا. والنبي ما تتسدي بقى يا بوز الاخس انت. الله، يلا في داهية، مش خسارة فيكم الاعدام يا بتاع تجارة الاعضاء. بوليس النجدة؟ كنت عايزة أبلغ عن ناس بتحفر في شارع المعز، بيدوروا على آثار. أنا معاكي يا فندم.